سؤال ببالي. اي يعني اجت فتره صارت موديل تطلع الوحده من دول بتقعد زين. اول شيء تحكي انا طلبوا مني اقدم تنازلات وانا ما تنازلت. انا لو قدمت تنازلات انا سوي وصلت بحيث بعدين هي تطلع مقدمه تنازلات نشوفها. وصلونا مرحله وهذا شيطنه الوسط وسط الفني مخرجين المسؤولين كلهم ذولا ناس يرقون ورا الغريزه وذني كلهن ما جاي يصعدن مو لان هي مو هنا ما تعرف او هي مهم الموضوع ولا لان هي ما عندها اي خبره بهذا المجال. مجرد انه هي مظلومه خطيه طلبوا منها تقدم تنازلات وهي ما قدمت. وهي كان اصلا كل وجودها بالوسط يمكن قالت صار لي 9 اشهر. اكو ناس 9 سنين بعدها خلال 9 اشهر تريد مستحيل. فشنو رايك بذني اللي طلع انا لين ما قدمت تنازلات ما صعدت؟ انا برايي اصلا اذا انا قويه واني مصدره نفسي بشخصيه محترمه ماكو مدير ممكن يجي يتحرش بيه او يجبرني على انه حيخاف من رد فعلي. اكيد تمام. البرنامج جايبها حتى تقول هيك كلام ما هو الموضوع مبين يعني متفق. لو كان اكو واحد عند يصعدون اثنينهم مبين انه هذا اتفاق نفس الفيديو اللي شفناه مثلا اكو اتفاق بالموضوع يقول انه انا قدموا لي تنازلات طبعا هي نفسها ورا شعره اللي قاعده ترقص بالش اسمه أيه فيديو نازل وكذا والله الكلمة. تنازلات وما تنازلات وشوهت سمعة الاف بنات صح. اللي هن يريدن يشتغلوا ممكن اهلهم بس